إن كنا امبارح بدينا بالخلافات الزوجية، فالنهاردة نحلي بموضوع لغات الحب بين الزوجين. فرصة والأستاذ الدكتور مجدي ويانا يكلمنا بلغته الحلوة وحب الكبير عن لغات الحب بين الزوجين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. عفوا على التاخير، انا اسف، بعتذر سكه اللحم شويه، واسفين ان احنا قعدناكم شويه، حقكم عليا. شكرا ليكم لتشريفكم الكنيسه النهارده، وشكرا لقس ابونا ولكل الناس الحلوه اللي بتخدم في الكنيسه معانا. كان في يعني هنقول زي كلمه مشتركه ما بين موضوع امبارح وموضوع النهارده. احنا امبارح كنا اتكلمنا لو فاكرين على ايه، ها، على خلافات الزوجيه، وفي كلمه مشتركه هتنقلنا الموضوع النهارده، بستاذنكم ان انا اتكلم فيها على اعتبار انه يعني موضوع لغات الحب في الزواج لازم نبتدي بيه بمقدمه مهمه تابعه يعني توصل ما بين موضوع امبارح وموضوع النهارده. تفكرين امبارح احنا كنا اتكلمنا على فكرة احتقرته في قلبها، اتكلمنا على موضوع ازاي ان الراجل او الست لما بتبقى نظرته لمراته قليلة، لما بيبقى بيقلل منها جوه نفسه، لما تبقى بتقلل منه جوه نفسها، ده بيفرق جدا جدا في رد الفعل الخارجي. واتكلمنا انه الاصلاح لازم يبقى من جوه، يعني ما ينفعش يا جماعة ان احنا نبتدي نصلح علاقتنا ببعض الا لما القلب من جوه يتصلح. ونظرة الانسان لشريك حياته نظرة في منتهى الاهمية. انت بتبص لشريك حياتك ازاي؟ هل هو ملكية ام عطية؟ ده خلاصة الكلام. هل دي حاجة بتاعتك؟ يعني الست دي انت اشتريتها ودفعت فيها خلو؟ الراجل ده انت اشتريتيه يعني؟ ولا الراجل ده هدية من ربنا؟ هو بتاعي ملك، ملكية ولا عطية؟ إذا كان الراجل ده ملكية أعمل فيه اللي أنا عاوزه. أهينه بقى، أبهدله، أهينها، أبهدلها، أتعبها، أذلها، ما يهمنيش طالما دي حاجة ملكي. في ناس بتعتبر إن المرأة متاع، يعني أو في بعض الستات بتعتبر جواها يعني إن الراجل ده إيه جاي مخصوص عشان إيه يريحها، يعني هو هنا عشان يريحني، فأي حاجة فيها راحتي إن هو يعملها، أو العكس يعني. لا، الجواز مش قايم على الفكره دي، دي فكره مش مسيحيه. الفكره المسيحيه انه شريك الحياه عطيه من ربنا، ربنا اداك المراه دي. تعبير الكتابي في سفر التكوين صح. الثاني لما ربنا يتكلم على علاقه ادم بحواء يقول واحضرها الى ادم. يعني مين اللي اداك الست دي؟ ربنا، ربنا اللي اداها لك. مش انت اللي اتجوزتها زي ما اتكلمنا امبارح، مش دي حاجه ملكك انت رحت نزلت السوق اشتريتها، لا، ده ربنا اللي ادى المراه دي لادم، هو اللي اداها له، هو اللي اعطاها ليه كهديه يعني. وبما ان ربنا اداها لي تبقى حاجه غاليه جدا، زي ما قلنا تعبير امبارح، ليكن الرب شاهدا بينك وبين امراه شبابك. كان في جزئيه النهارده مهمه او جزئيتين اتمنى ان انا اخلصهم عشان يعني يبقى حطينا اساس مظبوط، هينقلونا لفكره كيف نحب في الزواج، المفهوم الكبير بتاع لغات الحب اللي انا عاوز اتكلم عليه. ولغات الحب الموضوع بتاعنا ده يفرق كتير جدا عن كلمه الحب. يعني لغات الحب غير كلمه الحب، احنا جايين النهارده نتكلم عن الحب، ما كلنا بنحب. هو في حد اتجوز مراته تخليص حق يعني؟ يعني حضرتك لما اتجوزت المدام كان في دين مثلا بتسد وخدتها فرق فلوس؟ ما هو اكيد حبيتوا بعض يعني، مش كده برضه ولا ايه؟ يعني فكره ان احنا بنحب بعض هذا الامر اقرب منه الى البديهيه يعني. كل واحد يقول لمراته يعني او خطيبته، يعني بلاش مراته لان يعني ممكن ستات تقول لي اخر مره قال لي بحبك لما كان في الاعداديه، فمش دي القصه يعني. ما سمعناش كلمات الحب من زمان والاطراء، ما علينا يعني. لكن على الاقل هفكرك بايام حلوه، يوم الخطوبه اكيد قلت لبعض كلمات لطف، سلم ايديك يا ربنا يخليك، مش كده؟ قلنا لبعض كلمات حب يعني.
لكن ما تفهمش ايه اللي حصل بعيد عنك كرشه النفس اللي جات له بعد الجواز. فاهم؟ سبحان الله جات له سكته لسانيه. فاهم فكره ازاي؟ لسانه حصل فيه فاهم انحداث او احتداث، احتداث سمي. فجاه كده بعد الجواز كان في الخطوبه سبحان الله كلام لا ينقطع. شغال 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 شغال. وبعدين فجاه حصل ايه؟ سكته. اصل في فرق كبير بين كلمة الحب وكلمة لغات الحب. لأن احنا النهاردة عاوزين نتكلم ازاي أحب. ما هو في حب غلط وفي حب ايه صح. قصة امبارح اللي احنا حكيناها بتاعت داوود وميكال، الاثنين كانوا بيحبوا بعض، وانا قلت لكم ان كان في قصة حب تجمع بينهم، لدرجة ان داوود في آية وهو بيتكلم عن ميكال ساعة لما حصل انفصال بين داوود وبين شاول وسابه، وبقت في مطاردات بين شاول وبين داوود، عارفين كان في بينهم مطارده. اللي حصل انه مراته اللي هي ميكال ما بقتش قادره تعيش معاه، لان هو عمال يجري في الصحراء، ودي بقى بنت الملك، فهربته هرب. فلما رجع داوود تاني عشان يمسك الحكم، كلم رئيس الجيش بتاع شاول قال له اوعى ترجع تشوفني الا لما تجيب لي مراتي. كان غالي عليه جدا، كان بيحبها، ولكن دي حب بطريقه غلط. ميكال كانت بتحب داوود طبعا، يقول الكتاب في صمويل الاول 18 احبت ميكال داوود، ووصل الخبر لشاول، يعني من كتر محبه قعدت تتكلم عليه، فالوصيفات بتوعها وحبايبها واصحابها وصلوا الموضوع لشاول، ومع ذلك انتهى الموضوع بالطلاق، انه الاثنين سابوا بعض، يعني اذا كان التعبير وما حصلش طلاق بالمعنى الرسمي، لكن انفصلوا. يقول لك لم يعد داوود يعرفها منذ ذلك اليوم، يعني ما انجبش منها اولاد، قال لها الست دي مش هجيب منها اولاد، مش عاوزك. اذا الموضوع مش نحب، ازاي نحب؟ في واحد يحب يخنق واسمه بيحب مراته، كنت فين؟ رحت فين؟ عملت ايه؟ كلمت مين؟ بلعتي كم مره؟ مكحيتي؟ عطستي؟ نفيتي؟ شميتي؟ رجعت ايه؟ في ايه؟ بحبها بس عاوز يعرف. اكتبي لي تقرير عن كل حاجه. واحد اثنين ثلاثه اربعه، بحب انا لما اخش البيت اعرف كل حاجه. خانقه. الاستاذ خانقه وصل. في مدام خانقه برضو، يعني في مدام حقنه موجوده بقى عشان تبقى عارفين، في حقنه او خانقه فيها هي برضو كده تبقى على دماغه، تكلمه في الموبايلات. حد بعت لك مسج، حد كلمك، رحت فين؟ اتغديت ايه؟ ما هي بيحبوا بعض بس عملوا ايه؟ فطسوا بعض. وبعدين في الاخر يقول لك بحبها. حب غلط، من الحب ما قتل. في واحد بيحب بس عنده نوع من المحبة اسمه المحبة الحساسة، يعني هو بيتضايق من كل موضوع، فطول النهار يقعدوا يصالحوا في بعض على كلام ما يستاهلش، يعني بنحرق بنزين على الفاضي. قماص بيزعل، وقماصة، في مدام قماصة واستاذ قماص. قماص ده اللي بيزعل من اي حاجة، لو قالت له كلمة صغيرة يتوتر ويتضايق. صباح الخير خناقة، خير بنتخانق ليه؟ قالت لي صباح الخير، ما بصيتش ازاي تقولي صباح الخير؟ مش عينيا. ما انا يعني صباح الخير، ما انا عادي، انا كنت معديه بصبح، والصباح لله يا اخي. دي حاجه خناقه، قامت خناقه على صباح الخير. فاهم؟ وتقعد تصالح فيه، وده مش راضي يصالحها، مش راضي يبص لها، مش راضي يتفاعل معاها. ويقعدوا طول النهار هو زعلان، هو مقموص، هو مقاطع، او هي وفي حاجة يقولوها للمتجوزين في الشغل عندنا، يقول لك اديتني الوش الجبس. سامعين عنه ده؟ في وش ولا ما جربتوش حضرتك؟ لا متوفر، مليان في السوق لو حضرتك تحب، او مش لازم تنزل في السوق، قلب في دفاترك القديمة هتلاقي ده حصل لكم اكيد، اللي هي تروح منزلة الشيش، تشد الشيش، في شيش والستارة كمان. وخلاص نزل الشيش. يقول لها صباح الخير، تقول له قوم. مساء الخير، تقول له تعالي كلي، تقول له خلاص الشيش نزل. وفين؟ يحييك ويحيينا ربنا عبال ما ربنا يفرجها علينا، عبال بقى ما تشيل الستاره وتشيل الشيش وتفتح الشباك والهواء يخش. ايه اللي حصل؟ بتعاقبه او هو بيعاقبها بيربيها. وبعدين ساعة عملت ايه؟ في ايه؟ ازاي من هنا لهنا 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 نلاقي فين؟ ويطلع الموضوع في الاخر ايه؟ مش مستاهل. ونقعد، وبالمناسبة الجواز مش بيبوظ من حاجات كبيرة، بيبوظ من ايه؟ حاجات صغيرة بس بتجمع.
عشان كده لغات الحب اللي بنتكلم عليها النهارده، ازاي احب مراتي، ازاي تحب جوزك ويوصل له النوع ده من الحب. اقعد يا حبيبي. ازاي النوع ده يوصل له من الحب؟ يعني نوع الحب ده يوصل ازاي؟ لانه مش كفايه تقول لي انا بحبك، لكن لازم اللي انت بتقوله لي انا كمان ايه؟ احس بيه. ما تقوليش لجوزك انا عامله لك اكل، لازم ياكل الاكل اللي هو ايه؟ بيحبها. ما تقوليش لابنك انا بقى، كل الاباء والامهات على فكره بيغلطوا نفس الغلطه كمان مع اولادهم، يقول لابنه انا بحبك، والولد يجي يقول لي بابا ما بيحبنيش. في اب بالنسبه له انه يحب ابنه ان هو يشتغل طول النهار وطول الليل ويجيب له فلوس، ده مفهوم الحب. والواد ضاع، والواد انحرف، والولد مش لاقي بابا، بابا مش موجود، بابا شخص مش موجود. طب منين بابا بيحبني؟ هو بيحبني بانه بيجيب لي فلوس؟ لا، انا مش عاوز فلوس، انا عاوز بابا، بابا نفسه يهمني. في واحد راجل بيحب مراته بس ما بيديهاش ودنه، مش بيسمعها، مش بتحس بيه، ما بيحسش بيها، طب فين الحب؟ الجواز يا جماعه قضيه لغه، ازاي نطقن اللغه؟ وانتوا سيدي عارفين انه البشر بينهم لغه تربطهم ببعض. ولغه تحتيها لغه. يعني ايه؟ يعني احنا كنا بنتكلم عربي. بس الراجل لما بيكلم مراته مش بيكلمها عربي، في لغه اتبنت بينهم. في لغه اسمها لغه العين. لغه المشاعر. يبص لها كده بصه تفهمه، يقول لك انا بفهمه من عينيه، ده في لغه تربت بينهم. مش كده برضو؟ يعني يحصل نوع من انواع الايه؟ التفاهم. ان احنا لما بنبص بعضنا لبعض نقدر ان احنا نعمل ايه؟ نفهم بعض. وتتكون على مدار الزمن بيننا كلمات تبقى بيننا وبين بعض، يبص لها كده يقول لها ايه؟ الكنبه. ويسكت. انا قاعد مش فاهم حاجه خالص. بس كان في زمان لما نزلوا يشتروا الكنبه وهم في الجواز حصلت مش عارف ايه، والكنبه اتاخرت وكانوا بينقوا لها القماش، قصه بينهم. فهو يقول رمز كده يفتكروا ايه؟ وهي تبص له تقول له الشبشب. لا مؤاخذه يعني. يعني مش قصدي حاجه، يعني ما عملتش حاجه. بس عايزه تقول له فاكر يعني الزعل اياها. لما زعلنا من بعض وربنا يديك الصحه كده طلعت من بقك كلمه اهانتني ان انا هعمل ايه وهسوي ايه، وانا برضه رديت ما سكتش، ما هو انت في شبشب وفي جزم برضه في البيت مش هسكت. يعني كلمه شايله وراها ايه؟ قصه. فالبشر بينهم لغات، بينهم كلمات، بينهم بيربوها مع بعض. والشطاره في الجواز ان احنا نوصل مع بعض ان احنا نتكلم لغه ايه بقى؟ مشتركه. احس بشريك حياتي فاكلمه بالطريقه اللي يفهمها، وتكلميه بالطريقه اللي هو يفهمها. ففي لغات بين البشر. انتوا بتشتغلوا، كل واحد فينا بيشتغل شغلانه، في كل مهنه في كلمات يقولوها اصحاب المهنه. بتوع الذهب بيتكلموا كلام بتاع الذهب، انا لو دخلت في النص يمكن ما فهموش. يقول الزبون ده عصفور. انا قاعد فاكر الزبون ده عصفور. لا، هو عصفور يعني معهوش معهوش فلوس. يعني يقول له يعني الزبون ده اكلفه، اقلبه، سيبك منه. بس بيتكلم لغه هم فاهمينها انا مش فاهم. الدكاتره ليهم لغه، المهندسين ليهم لغه. فالمفروض كل ما بنرتقي في العلاقه نبتدي نتكلم لغه بيننا وبين بعض. عشان كده في الزواج في انواع من اللغات. كل ما نتكلمها صح، كل ما ايه؟ نمشيها صح. اول واهم واكبر لغه في الزواج اسمها لغه التقدير والاعتبار. لغه المدح، لغه الاكرام. واكثر حاجه بتبوظ الجواز وتهده من اساسه النقد والجرح والاهانه. مش كده النهارده يا ريت ربنا يديك وربنا يديكي وتتعلمي مفردات اللغه دي. ربنا يديك نعمه تتقن فن المدح، فن الاكرام. وبالمناسبه اللغه اللي انا هكلمكم عليها النهارده دي تنفع مش بس في الجواز، في كل حته. عاوز تبقى راجل ناجح، عاوز تبقي انسانه ناجحه في البيت، في الكنيسه، في المجتمع، في شغلك، في علاقاتك، وطبعا في البيت اولا. خلي عندك كرم. من صفات المسيح انه كريم، مش بس كريم في الفلوس، كريم في تعبيرات الحب،
في تعبيرات الإكرام، في تعبيرات المديح، إنه دايما بيشوف اللي قدامه النص الإيجابي. لأنه أكيد يا جماعة لما اتجوزنا في صفات بتجرحني، لكن شطارتك إنك تطلع من الليمونة المالحة ليموناتها. الليمونة مالحة جدا، لو حطيت على بقك ليمون نفسك تجزع حدقة، تعرفش تمصها، تبقى كل مشاعرك مقبوضة. لكن لو عصرت الليمونة وحطيت عليها معلقتين سكر ضربتهم في الخلاط، بقت حاجة حلوة. المسيحي لما يلاقي قدامه ليمونة يعملها ليمونات، لما يلاقي قدامه عيب يعرف يطلع من العيب حاجة حلوة. فن تحويل الجرح إلى تقدير، إلى كلمات حسنة، إلى كلمات جيدة. عشان كده النهاردة موضوعنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على حاجة اسمها لغة التشجيع، لغة التقدير. خليني الأول أقول لكم العكس عشان تفهموا اللي أنا بقوله. تعالوا نجيب اللغة دي نقلبها، لغة النقد، لغة الجرح. اتنين طول النهار بيجرحوا في بعض. القصة اللي حكيناها امبارح بتاعت داود كان فيها لغة الجرح دي. إن ابتدت ميكال تعمل إيه؟ تطلع من فمها كلمات جرح لداود، اسمها الكلمات الجارحة. والكلمات الجارحة اللي قالتها لداود كانت شديدة السوء، لأنها قالتها له في عز فرحته. هو داود امبارح فاكرين كان فرحان بإيه؟ إنه رجع إيه يا جماعة لو فاكرين؟ التابوت. والمفروض لما يرجع التابوت غلط، رقص قدام التابوت. لكن لو هي الست دي حكيمة وذكية وبنت ربنا وفاهمة تعمل إيه مظبوط، فاهمة أصول الشغل، كان المفروض لما جوزها يرجع بعد ما جاب التابوت يعني تعمل فيه إيه؟ تمدلحه. الحمد لله على السلامة، نورت البيت، كترتنا، البيت كان مضلم من غيرك. تحس بيه وتقدره وتقول له كلمات مديحة، وخاصة زي ما قلنا امبارح ان احنا بره البيت بنسمع كلمات حلوة وطيبة، نيجي جوه البيت مفيش. ما بنسمعش كلمات الحب والاطراء والمديح. احنا محتاجين بعض يا جماعة، محتاجين. انت مالكش غير مراتك وانت مالكش غير جوزك، يلا بينا نخش البيت نقول كلمات طيبة. غير قاموس كلامك، غير مفردات لغتك. مش طول ما انت ماشي توزع كلمات جارحة. عارفين قالت له ايه لما رجع تابوت داود بالتابوت؟ بصت له وهو داخل البيت، قالت مش وهو داخل من البيت، بدل ما تقول له الناس لما تخش من البيت يقولوا ايه؟ يقولوا مساء الخير يا اخي، نفسي ده المثل ربنا. ابتسمي في وشه، لا تبجري في وجهه زي ما الكنيسه علمتنا. دي استلمته من على الباب تقول له ايه؟ ما كان اكرم ملك اسرائيل ان يتكشف اليوم كما حين تكشف اليوم في اعين اماء عبيده كما يتكشف احد السفهاء. بتقول لجوزها الست المحترمة دي، بتكلم جوزها اللي هو داود المرنم البطل قائد الجيش الملك، بتقول له انت سفيه. هيقوم داود يضرب لها مطانية مثلا، متخيلين؟ هياخدها بالحضن، هيجيب لها هدية لما تقول له كده. ما كل فعل له ايه؟ اثارت فينا. طبعا هو غلط، ما بقولش ان داود ما غلطش، هو رد عليها كلام قاسي، بس شوفوا البدايه. السؤال دلوقتي، البدايه غلط ورد الفعل غلط، بس شوفوا احنا عملنا ايه في بعض، شوفوا احنا جرحنا بعض ازاي. لما الكلام ده نعمله في بعض، ونعمله في اولادنا، ونعمله في اصحابنا، ونعمله في الكنيسه، فضلنا مين يا جماعه؟ هندفي بعض ازاي؟ كفايه كفايه بنجرح في بعض. فاكرين في قصة اتقالت على رب المجد يسوع لما كان بيتكلم على مجنون كورة الجدريين؟ كان مرة المسيح ماشي لقى واحد مجنون، والراجل ده كان ساكن في القبور وكان ماسك طوب طول الوقت بيجرح بيه نفسه، يقول لك كما يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فالمسيح ناداه وشفاه، خرج منه لاجئون، اخرج منه والراجل بقى لابس وعائل وخف وشفي، وقال له اذهب وخبر بكم صنع الرب بيك ايه؟ وشفاه. مش كفاية الجروح اللي احنا فيها؟ يعني الراجل ده عايش وسط القبور وسط الدنيا متجرح، المسيح داخل يعمل ايه في جراحه؟ يشفيها. ده قال لك يشفي منكسر ايه يا جماعة؟ القلوب. اتأت لأنادي للمسبيين بالعتق، للمأسورين بالاطلاق، لأنادي للمسبيين بالحرية. فالله شافي القلوب والنفوس، ربنا بيشفينا. فالمسيح اتعلموا منه ازاي كان طريقته شافية. جوزك ده اللي جاي البيت متجرح، مش كفاية جراحه بره، متجرح في الشغل ومتجرح في الزمن،
يجري على لقمة العيش، عايز يجي البيت يعمل ايه؟ ياكل لقمة ويرتاح ويلاقي وجه بيبتسم له، فيستعيد نشاطه. يعني كفاية الآلام اللي بيشوفها بره، احتكاكات مع الناس ومع الموظفين وضغوط واضطهادات ومتاعب وأشياء من هذا النوع كثيرة. فكفاية الجراح اللي بره، كفاية المشاكل اللي بره. لازم احنا نعمل ايه في بعض؟ نرطب على بعضينا، نخفف على بعضينا، نشيل الجراح من بعض. لكن يبقى جراح من بره وجراح من جوه. ونفس الكلام مراتك مش متجرحه طول النهار جوه البيت، عيل بيعيط وواد بيصرخ وده بتذاكر له وده بتجري وراه وطبيخ غرقانه في الطبيخ وتنظيف الشقه، جراح تعبانه مثقله ومتغربه بعيد عن مامتها وعن باباها وسايبه الدنيا وجايه وراك هنا في البلد. مش كفايه جراح، اما اخش البيت اعمل ايه؟ ابتدي اعمل ايه؟ اخد موقف الشافي اللي بيقول بلسم يشفي الناس. قبل ما اطلع بيتي كده ربنا يديك نعمه، اقعد نص دقيقه او قبل ما يجي جوزك نص دقيقه، ارفع قلبي ربنا يا رب حط في لساني بلسم، خليني اقول للناس كلمات طيبه ايجابيه، خليني امدح مراتي. بص كده حاجه حلوه تعملها، مش تعمل زي ميكال خرب البيت فيه كلمات تخرب البيت. واقول لكم يا جماعه من خبراتي مع الناس، البيوت بتخرب بكلمات صغيره جارحه. تعلم في النفس تخش ما تطلعش. وفي ناس في الكونسلنج روم في غرفه المشهوره عندنا، لما بييجوا يقعدوا كراجل ومراته، يقول لك قالت لي كلمه مش ناسيها، ممكن كلمه قالها مش ناسيها، اهانها اهانه، عايرها باهلها، عايرته بشكله، عايرته بفلوسه، كلمها عن قارنها بواحده شايفه فلانه يعني تعمل ايه، تبقى هي عماله تقول انا بتعب التعب ده كله ومش لاقيه بس كلمه تبل ريقي. يا اخي ده من اعطى هؤلاء كاس ماء ايه؟ بارد لا يضيع ايه؟ اجراه. ما ينفعش كده، فبلوا ريق بعض يا جماعه، كلام جارح. ما كان اكرم ملك اسرائيل حينما تكشف اليوم في عين، عارفين داود رد ايه؟ اهانها راخر. خلي بالكم كان المفروض داود يبقى صمام امان. يعني المفروض كان داود يعمل ايه؟ يبقى يرطب. اه هي غلطت بس انت برضه كبير، ما تشتناش، استنى يمكن متضايقه، يمكن في اختلاف طباع. لا كمان جرحها، يقول لها ايه؟ فقال داود لميكال: انما امام الرب الذي اختارني دون ابيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب اسرائيل. مش كلام جارح ده برضه ولا ايه؟ انما رقصت امام الرب الذي اختارني دون ايه؟ ابيك. في حته معايره هنا، انت مش فاكره ابوكي ولا ايه؟ هو ربنا اختارني ورفضه. عاوز يقول لها يعني احنا هنلقح على بعض الكلام يعني؟ انا اللي سفيه برضه؟ الله يرحم ابوكي. لما كان بيخش في الشيطان هو ما قالهاش ده كله، بس طبعا الكتاب مش هيحكي لنا قصه الردح القبطي اللي حصل بينهم، في ردح قبطي بالليل بيحصل في البيوت يعني، ردح لها، ما هو الرجاله بتردح لو لقى الست بتردح. اصل يقول لك بغته روح رديء من قبل الرب، يعني اصل اللي بيته من ازاز. ما يحتفش الناس بالطوب، هتقولي لي انا اللي سفيه؟ من ابوكي مالك يعني بتعايريني باصلي؟ عشان انا كنت راعي غنم يعني ابقى اتغير؟ طب بص ما حصل ايه؟ مش ابوكي مات في الحرب؟ مش انتحر؟ ما هو شاول قتل نفسه، حط سيفه ووقع عليه مات. وشاول كان ربنا رفضه وبعت صمويل يختار داوود نيابة عنه، فبيفكرها بيقول لها شايفه اللي حصل؟ كلام ايه؟ هي جرحته وهو جرحها. تفتكروا يا جماعه لما الاثنين يجرحوا بعض البيت يمشي ازاي؟ ما يمشيش. عشان كده الكتاب بيكمل يقول ايه؟ ولم يكن لميكال بنت شاول ولد الى يوم موتها. يعني ايه لم يكن لها ولد؟ يعني عمل فيها ايه؟ ما عاشرهاش، هجرها، ما رضاش يخلف منها. شوفوا النتيجه، البيت انخرب وما جابش منها عيال، مع ان داود كان عنده ولاد كثيره، كان عنده امنون وسمر وابشالوم وغيره، لكن ما رضاش يجيب من الست دي ولد. وكانه بيعاقبها، كانه ساب البيت، قال اعيش بره البيت. فاكرين امبارح؟ السكنى في زاويه السطح خير من السكنة مع امرأة مخاصمة، السكنة في البرية خير من السكنة مع امرأة مخاصمة، بنطفش بعض. وبعد كده نقول الراجل مش قاعد في البيت ليه؟ وبعد كده تقول مراتي مش معايا ليه؟ احنا جرحنا في بعض.
عشان كده يا جماعه صدقوني عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي، انه من ضمن اول لغات الزواج الكلمات الطيبه. عمروا بيوتكم. في حاجه مهمه عاوز احكيها لكم في قصه لغه الحب دي. في حاجه بنسميها في شغلنا بنك المشاعر. بنك المشاعر ده عامل زي البنك اللي انت بتحط فيه فلوسك، بنفتح حساب وكل ما بنحوش نحط في الحساب، ونيجي اخر الشهر او اخر السنه نشوف الحساب فيه رصيد قد ايه. معاك قرشين نحطهم 10 دينار 20 دينار 100 دينار زي ما ربنا يديك، تيجي اخر الشهر في حسابك. العلاقه بين الزوجين فيها مشاعر، وكل واحد بيقول لشريك حياته كلمات طيبه ايجابيه بيملى عنده بنك المشاعر. منوره النهارده، اضيف الى الرصيد 2 دينار. ربنا يخليك لينا راجل البيت 3 دينار. انت وكرمك بقى اكتب زي ما ربنا يوفقك. المهم الكلمات بتعمل ايه؟ بحط ليها رصيد ويحط لي رصيد. انت وردتنا، انت ما تسويش البيت انا من غيرك ما يمشيش البيت ده. سبحان الله، احنا بنخش ونطلع على حسك يا ماما، ربنا يخليك لينا وللولاد 5 دينار. نقعد نحسب نجمع لبعض، هي كلمة حلوة وانت كلمة حلوة بنحسب. هيجي زمن بعد شوية دي اسمها سنوات. فاكرين سنوات فرعون؟ كان في سنوات ايه؟ أجاث وسنوات ايه؟ ازدهار وعطاء. هيجي بعد اليومين دول 3 كلام حلو، تحصل خناقة صغيرة. زعلنا من بعض، بنسحب منين ها؟ من الرصيد. لكن عندنا رصيد بفتكر لها الحاجات الحلوة. لكن اللي بيحصل يا جماعه انه للاسف لو جيت انا فتحت الكشف الحساب بتاعك وفتحت كشف الحساب بتاعك هلاقيه فاضي. مش شايلين لبعض ذكريات حلوه. فلما اجي افتح كشف الحساب، لما تيجي بقى تحصل خناقه بلغه البنوك يقول لك بنسحب ايه؟ على المكشوف، مفيش رصيد. لكن لما اتنين ابو بيحبوا بعض وفي رصيد حب مخزنينه زي قصه يوسف وفرعون لما قال له احنا في السنوات دي نحوش القمح عشان لما تيجي السنوات العجاف نلاقي عندنا رصيد، مش محوشين حاجه لبعض، في بنك المشاعر فاضي. هل بتملى بنك المشاعر بتاع مراتك؟ هل بتملي بنك المشاعر بتاع جوزك؟ يلا نحوش لبعض، حوشوا لبعض. شوفوا رب المجد يسوع وجماله، عمره ما قال لحد كلمه جارحه. وبالمناسبه بنك المشاعر ده هنتكلم عليه مع اولادنا برضه، خلينا النهارده في الجواز. طول ما هو ماشي كرم، كرم في الكلام. المرأة السامرية يقول لها ايه؟ شوفوا بنك المشاعر بيملاه ازاي؟ يقول لها ايه؟ اذهبي ادعي زوجك وتعالي. ايه الرئة دي؟ هي كانت متجوزة الست دي؟ مش متجوزة؟ واحد غيره من الكتبة والفريسيين كان عامل بيها ايه؟ كان شرحها. يا زانية يا فجرة يا مجرمة، سايبة ربنا وماشية تستنكحي في الشوارع وفي الزنا والدعارة. عليك السبوع وعظائم الامور. كانت هتتوب؟ مش ممكن. مش هي كانت ماسكه جره؟ كانت تديها له في راسه وخلصت. طب كفرت الجره على دماغه خلصت. مين هيشتمني وهسكت له يعني؟ لكن اذهبي ادعي زوجك، وبعدين لما تقول له ليس لي زوج يقول لها حسنا قلت ليس لي زوج، برافو عليك انت ست امينه. بص للحته الجميله اللي فيها. كان لك 5 ازواج، هي كانت متجوزه 5 ولا دول كانوا عشاقها؟ لكن ما يقولهاش ابدا كانوا العشق، كلمه طيبه. وبعدين يقول لها والذي لك الان ليس هو زوجك، ما تجيش اشيك من كده. مش عشيقك برضه. ليس هو زوجك، مش متجوزه، انا عارف. كلمه ما تجرحش حد، هذا قلت بالصدق. يقول لها حسنا قلت وفي اول الجمله وفي اخر الجمله هذا قلت بالصدق، وفي النص كلمات رقيق. بس طلع قالت له الكلمات دي ما تطلعش غير من النبي، يا سيد ارى انك نبي. نفسي مراتك تبص لك في يوم تقول ايه؟ ارى انك نبي من كلامك الحلو. اقول لك حاجه، اللي يثبت بنك المشاعر بتاعك وبنك المشاعر بتاعك بتقول ايه على مراتك في غيبتها؟ بتقولي ايه على جوزك وهو مش موجود؟ ده يفضح الامور بقى. واحد راجل اول ما يقعد ومراته مش موجوده يقول الحمد لله. ايه غمه وانزاحت يا راجل، غمه وانزاحت على قلبي عله
على قلب قال سبحان الله. انا عارف اتجوزتها ازاي الست دي؟ بيقول عليك كده بتاعي واول ما يشوفك اهلا اهلا منوره القعده يعلم الله. بس خايف الراجل اصل بالليل مش هيضمن العشاء بتاعه. اقعد مش عارف مش عارف. فمن وراك يتكلم كلامه ونفس الكلام. هي اول ما تروح مثلا حفله ولا مشوار ولا بتزور صاحبتها تبتدي تفضفض بتقول عليك ايه في غيبتك. ما هو ده اللي بيكشف. قدام بعض الكلام بيبقى كويس لكن في غيبتك مفيش بنك مش محوشالك. يوحنا المعمدان شايفين المسيح يكلمه بنشوف كلمات بيملى له البنك يقول له ايه؟ اسمح الان لو سمحت. ده مين اللي بيتكلم يا جماعه؟ المسيح؟ المسيح بيكلم مين؟ بيكلم يوحنا الخالق يستأذن من المخلوق يقول له بعد اذنك لو سمحت سلم ايديكي ربنا يخليكي لينا. سلام. ده المسيح بيكلم يوحنا. اتعلموا منه يا جماعه. لانه هكذا يليق بنا ان نكمل ايه؟ كل ده يليق بنا. بنا المسيح يحط يوحنا معاه في جمله يليق بنا وقال يوحنا والمسيح نكمل. هو يوحنا يتحط مع المسيح في جمله نكمل. يعني مثلا انا وانا مثلا يعني استاذ جامعه وعندي طالب في اقول له لو سمحت بعد اذنك استاذنك. ما فيش لو سمحت. ازاي استاذ يستاذن طالب؟ احنا مع بعض هندي محاضره حلوه. محاضره يعني اللي بدي المحاضره؟ انت طالب عليك تقعد تسمعها وامتحنك اسقطك انجحك. ده انا بتكلم انا استاذ جامعه. فما بالك ربنا بيكلم يوحنا يليق بنا ان نكمل كل بر. يعني شوف شوف الذوق. ما تجيش احلى من كده. استاذن. الخلق بيستاذن. هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ ما اقدرش اخبي حاجه عن ابراهيم. شوف الكلام الحلو. يعني الرقه في الكلام. يقول كده في هوشع 2 عدد 12 و13 اذهبوا بها الى بريه. ربنا بيتكلم علينا يعني. اذهبوا بها. بها يعني النفس. اذهبوا بها الى بريه والاطفها. ربنا بيلاطفنا. ربنا اله لطيف. من ضمن ثمار الروح القدس ايه؟ محبة فرح سلام طول أناه لطف. أن تكون شخص لطيف رقيق المشاعر. وبولس يتكلم في كولوسي 3 يقول البسوا كمختارية الله القديسين أحشاء رأفات ولطف. خلي جواك مشاعر لطف ناحية الناس. تبقى رقيق تحس بيهم. اختار كلماتك بعناية يليق بنا. ايه الرقة دي؟ شوفوا المسيح هو بيكلم تلاميذه ليلة الآلام متى 26. ما فيش أروع من كده. المسيح لما كان بيصلي التلاميذ كانوا عاملين ايه يا جماعه؟ نايمين. خش كده الكنيسه لقي واحد مثلا نايم. ما تقوموا جاي الكنيسه تناموا اصحوا. تعالى ما تصحوا. ايه اللي انتوا فيه؟ قصدي مشكله ممكن ابقى اهين اللي قدام. لكن المسيح لما يكلم التلاميذ يقول لهم ايه؟ اما قدرتم شاف الرئه ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ قالها لهم مرة. لما جه المرة اللي بعدها لقاهم نايمين مش كده؟ قال لهم ايه؟ ناموا الان واستريحوا. خلاص انا اسهر مش قادر مش عايز اتقل عليكم. طب ناموا الان واستريحوا. ايه الرئه دي؟ الجيش احلى من كده. ده المسيح الرقيق. وهو ايه؟ ده يا ريتني انا اقعد مع المسيح مش نص ساعة دقيقة واحدة هو بيصلي وانا جنبه باخد بركة. دي مش هتعدي عليكم تاني يا جماعة. يعدي عليهم يقول لك ثم انفصل عنهم نحو رمية حجر. سابهم بعد بيصلي. عارف ليه سابهم وبعد؟ ولا مش عارف؟ عشان لما يصلي ايه ها؟ مين عارف عشان ايه؟ ما يزعجهمش. يعني بعد شوية. بحيث لما يصلي كان طبعا بينهنه ليلتها بيتألم بيتأوه. كان عرقه يتصبب كقطرات ايه؟ دم. نفسي حزينه جدا حتى ايه؟ لما لقاهم نايمين قال طب ابعد شويه عشان يظهر ان هم مش قادرين يسهروا معايا. طب ما ضايقهمش ما عكننش عليهم الليله. ايه الرئه دي؟ تعمل كده مع مراتك؟ ما تقومي تحضري الاكل. وكل يوم نايمه ما تعمليش حاجه مفيده في حياتك ابدا. قومي كده ربنا يهديك علينا كده. واحد جاي تعبان من شغله ويجي لك نايمه. ايه ايه في ايه داخل تتخانق ليه؟ عفاريت بتتخانق في وشك ليه؟ هتحبك بعد كده؟
لكن هي تعبانه مد ايدك ساعدها، اعمل زي المسيح. المسيح طب شوف شوف الاروع من كده. المسيح في يوحنا 21 ما فيش ارق من كده. التلاميذ بيصطادوا في المركب وطول الليل خلي بالكوا التلاميذ كان المفروض يروحوا يصطادوا ولا ما كانش مفروض؟ هما التلاميذ كانوا صيادين سمك ولا بقوا صيادين ناس؟ ها؟ ولو تفتكروا ساعة لما المسيح دعاهم عمل ايه؟ تركوا السفينة وتركوا الشباك وتركوا كل حاجة وتابعوه. وقال لهم من الآن تكونوا تصطادون ايه؟ الناس. ايه تصطادون الناس؟ فاللي حصل ايه بقى يا جماعة؟ بعد ما المسيح اتصلب ومات وقام ايه اللي حصل؟ رجعوا تاني يصطادوا وغلطوا. فقعدت عليهم المسيح على بحيرة الطبرية لهم بيصطادوا وما اصطادوش، كل ما يجوا يصطادوا ما يصطادوش. تعبنا الليلة كلها ولم نمسك شيئا. فاللي حصل بقى ان ايه اللي حصل؟ جه سيد المسيح في ليلة الصيد دي وهو واقف على بحيرة الطبرية قاعد مستنيهم طول الليل ما بيصطادوش، قال لهم يا غلمان هل معاكم اداما؟ اصطادوا حاجه؟ قالوا له ما اصطادناش. قال لهم طب ارموا الشبكه على جانب السفينه الايمن. امسكوا سمكا كثيرا 153 سمكه. وطالعين بقى طول الليل تعبانين على وش الفجر بصوا كده لقوا المسيح لما قال لهم ارموا الشبكه قالوا هو الرب هو، افتكروا بقى ان المسيح هو اللي موجود وجريوا جريوا. واقولهم بطرس عارفين لما طلعوا بره لقوا المسيح عامل لهم ايه؟ محضر لهم فطار. تخيلوا المسيح بنفسه قاعد جاب سمك، ما هم تعبانين مش لسه هيجيب من السمك بتاعهم لسه مصطادين وجاهز، لا ده هو اتاريه قاعد بره ولع نار وجاب سمك وقاعد يشوي بسم الله لقمه كله. هتلاقيكوا تعبانين طول الليل. ايه الرئه دي؟ بتعمل كده مع مراتك؟ هنتعلم من مين؟ ما هنجيبه من مين؟ مش هنجيبه من بره، هنجيبه من المسيح اللي جه لما حس ان التلاميذ تعبانين حضر لهم لقمه ياكلوها. هي دي الرجوله بالمناسبه. الرجوله مش انك تضرب او تهين، الرجوله انك تخدم. المسيح علمنا كده، من اراد ان يكون عظيم فليكن للجميع ايه؟ هتركبني. لا مش هتركبك، مش هيحصل، مش هيحصل. لو قدمت الحب بصدق انت بتقدمه لربنا، لانك هتعلم اللي قدامك يحبك وهتعلمي اللي قدامك يحبك. الرئه لازم تبقى كده. كلام الجارح يقولوا ان اسوأ ما يحدث في الحياة الزوجية النكد. آفة الحياة الزوجية، كل علماء النفس اجمعوا ان اسوأ حاجة في الحياة الزوجية ان احنا نعمل ايه؟ ولو سألتوا المتجوزين طفشانين ليه مرة يا جماعة من النكد؟ والنكد بيجي منين؟ اللسان. عضو صغير به نبارك الله وبه نلعن الانسان المخلوق على صورة الله. دفة صغيرة تحرك الايه؟ السفينة كلها. لسان. ربنا يديكي نعمة، ازاي ربنا يبارك عمرك؟ خلي بعدين بعدين لو سمحت. ازاي ربنا يبارك عمرك ويبارك حياتك ويديك نعمة انك تنتقي كلمات طيبة جيدة، تتكلم بيها كلمات طيبة مع شريكة حياتك. السؤال دلوقتي يا جماعه، انتوا من خبرتكم هل النكد وصلنا لحاجه؟ يعني نكدنا على بعض ماشي، وصلنا لحاجه؟ التاريخ يحكي لنا ان كل قصص النكد انتهت بالفصال بين الاثنين. يعني يا ريته كان بينفع، يعني لو كان الكلام القاسي والجارح لما كانت ميكال بتقول له جوزها انت سفيه، يا ريت ميكال كانت وصلت الموضوع لحاجه. هو داوود هيتغير؟ طب داوود راجل شعبي وابن بلد ولقى الناس جايه فرحانه راح قلع الهدوم الملكيه وقعد يرقص وسط الناس، وانت مش عاجبك بتقولي عليه سفيه، بتقولي عليه راجل بلدي، بتقولي عليه راجل ما يفهمش في الاصول واهانتيه. هل لما قلت له الكلام ده الراجل اتصلح؟ ده بالعكس عمل ايه؟ ها؟ يعني يعمل ايه؟ ها؟ يعني ده اكتر ويتصرف اسوأ. انه سبب ان الناس لما بتشتم بعضها او بتهين بعضها بزقوا انه يكرر الغلط عندا. مش ده ضايقك؟ طب هعمله تاني. مش ده ضايقك؟ طب هعمله لك تاني. مش انت شتمتني عشان الموضوع ده؟ طيب مش هبطله، ما انا عرفت بقى ان الموضوع ده بيضايقك، فكل لما اشوفك ايه هعمله لك. تخيل احنا وصلنا بعض ايه؟ وده اللي اسمه النكد بقى.
ان بدل ما انا كان نفسي ان انا اوصل لزوجي شريك حياتي كلمات طيبه رحت اهنته، فاللي هيحصل بقى ان الموضوع هيتضاعف، اول مره جرحته وتاني مره عملت ايه؟ خليته يعند. اقول لكم قصه قريت في التاريخ عن، او يمكن تسمعوا انتوا عن اعظم رؤساء الولايات المتحده الامريكيه ابراهام لينكولن. سمعت عنه ان هو محرر العبيد اللي عمل اعظم قوانين الحريه في العالم، يعني القانون اللي امريكا ماشيه عليه النهارده قوانين الحريه اللي عملها لينكولن ده، ان هو اتقتل في اخر حياته يعني. وهو اللي عمل القوانين اللي خلت امريكا تتنقل النقله الحديثه دي وبقت اعظم دوله في العالم، هو البني ادم ده. الراجل اسمه لينكولن ده كان متجوز واحده اسمها ماري توت لينكولن، ماري توت دي كانت مراته. خلاص؟ ماري لينكولن دي اللي هي مراته اللي متجوزه رئيس الولايات المتحده الامريكيه خلته اتعس زوج في العالم. عارفين لما الست دي اتكتب عنها في التاريخ، كان في واحد اسمه البرت، البرت ده كان عضو مجلس الشيوخ في هذا الزمن، وكتب تاريخ لينكولن اعظم من كتب تاريخ ابراهام لينكولن ده. بيحكي عن الست دي، عن مرات لينكولن، كيف كانت ترى زوجها لما كانت تقعد وسط الناس، وسط الناس. كانت بتقول ايه عن جوزها؟ مسز لينكولن الست الاولى في الولايات المتحدة لما تقعد وسط الناس بتقول عن جوزها، بتقول عنه مشاتها تنقصها الرشاقة، اذناه كبيرتان، بتقول عن جوزها كده، انفه معوج، شفته السفلى مدلاة نازلة لتحت، يعني ايده ورجله زي القرود، بتقول كده قدام الناس عن جوزها، وكتفاه مهدلتان، يعني كتفه نازلة تحت، فاضل ايه يعني؟ اختصري وقولي قرد، يعني بعد ده كله فاضل ايه في الراجل؟ لا عاجبها مناخيره ولا ودانه ولا عينيه ولا كتفه ولا مشيته، فاضل ايه؟ قرد. ووريته اسعد ايام حياته، اللي كان ريس بره في البلد يحكم العالم كله من امريكا كان يرجع البيت يهان من زوجته، ولذلك لم يذكر لها في التاريخ اي اسم، اكتفت بالنقد، سموها مسز لينكولن الشتامه، بس كانت بتشتم جوزها، وظيفتها في البيت تعمل ايه؟ تنكد عليه. ولذلك كان رئيسا ناجحا وكان زوجا تعيسا. اوعى تكوني بتعملي كده في جوزك. اوعى تكون بتعمل كده في مراتك. داوود، ما هو قصه داوود، كان اعظم رئيس في اسرائيل وكان زوجا تعيسا بسبب الكلمات الجارحة. التاريخ مش بس كده، ده يعني السؤال، هل الكلام ده خلى الست دي محترمة في عينين الناس؟ لم يحترمها احد، محدش ذكرها بالخير، لكن جوزها كل الناس حبته. عارفين ليه؟ كانت بتغير منه، كانت فاكرة انها لما تناوشه كده وتشتمه كده وتهينه كده قال كده هيعمل ايه؟ يعني يهتم بيها، ودي طريقه ان يعني انت لما تعملي كده في جوزك هيسال فيكي، ما هو يدور بره يعني. تولستوي، سمعت عن تولستوي؟ اعظم كاتب في تاريخ البشريه يمكن. الراجل ده كتب 100 مجلد. والراجل ده كان اللي هو مؤلف قصه الحرب والسلام وانا كارنينا، ده يعتبر واحد من ادباء العالم يعني. لدرجة انه روسيا بتجدد طباعة الكتب كل يوم، حاجة يعني زي العباقرة بتوع زمان زي شكسبير وكده يعني. الراجل ده كان متجوز واحدة كانت معلمة الادب، كانت حياته كلها نكد في نكد. الراجل ده كانت له قصة ان هو كان راجل غني جدا وكان الناس كلها بتحبه وكانت له مريدين وتلاميذ في كل انحاء الدنيا، وكانت الناس تحترمه لدرجة انه وصل به الشهرة ان التلاميذ كانوا بيقولوا كل كلمة بتطلع من بقه، يعني من كتر ابداعه في الادب كان لما يقعد يملي الناس الكلام كانوا التلاميذ يتلموا حواليه ويسجلوا كل كلمة وكل حرف بيقولها تولستوي، لانه يعتبر بالنسبة لهم زي ايه؟ زي نبي. لدرجة احيانا تولستوي وهو بيمليهم يقول التاريخ انه مرات كان يمليهم كلام وبعدين في النص يقول كلام عادي، يعني يقعد يمليهم القصة ويقول لهم ايه؟ انا عاوز انام دلوقتي، يروحوا كاتبين انا عاوز انام دلوقتي.
لو كح نحن يكتبه ثم كح تولستوي وقال من كتر شهرته. وبعدين في يوم من الايام تولستوي ده حصل تغير جذري في حياته، الراجل ده عرف المسيح واقتنع جدا بان المسيح اله الحب واله الخدمه واله العطاء. فالراجل ده قرر في اواخر ايامه ان هو يتفرغ لاعمال الخير، فابتدى يدي الفقراء ويغدق على المساكين ويفتح بيته للمحرومين. مراته ما كانش عاجبها الكلام ده فورته اتعس ايام حياته، نكد 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 وخناق وخناق وخناق، لدرجة ان الراجل ده عاش معاها اخر 10 سنين من عمره في امنية الموت، كان بيتمنى انه يموت مش فاهماه. يقول لها يا ستي انا بخدم ربنا، تقول له ربنا كان علينا بايه؟ نكد نكد وتمغيص، لغاية لما جه في يوم 10 اكتوبر سنة 1910 ده تاريخ خروجه من البيت، خرج وقال لها انا مش هرجع البيت ده تاني، وكان في عز البرد والتلج وهرب. وبعد 10 ايام من خروجه لقوه مرمي في وسط التلج ميت، جاله التهاب رئوي وحاولوا ينقلوه المستشفى ومات هناك بسبب النكد والتمغيص من مراته. السؤال، هل النكد بيوصلنا لحاجه؟ بيطردنا من بره البيت. يا جماعه خليكم النهارده اسخياء في الكرم. الكتاب يقول ايه؟ الكلام يقول الكتاب كده الجواب اللين يصرف ايه؟ الغضب. والكلام الموجع يعمل ايه يا جماعه؟ يهيج الصخر. الجواب اللين، ليه ما نجاوبش بعض الجواب اللين؟ اضرب لكم امثله للكلام الموجع. ادم وهو بيكلم ربنا، المراه التي جعلتها معي، كلام موجع. ما يقولش حتى مراتي، يقول المراه التي جعلتها معي. قايين وهو بيكلم ربنا لما بيقول له اين هابيل اخوك؟ قال له احارس انا لاخي، كلام قاسي. اكثر قصه في الكتاب المقدس تحكي ازاي الكلام الجارح بيخرب البيوت وبيقيم الحروب قصه خناقه نابال مع داوود. كان في واحد في التاريخ اسمه نابال، نابال ده كان راجل غني جدا وكان ساكن في منطقه اسمها الكرمل، وكان عنده من البقر والغنم 3000 رأس من الغنم. وكان داود في هذا الوقت مطارد من شاول، والرجالة بتوع داود كانوا بيحرسوا لنابال القطعان بتوعه. وبعدين في يوم من الايام خلص موسم الحصاد، راحوا رجالة داود لنابال يزوروه وقالوا له يا نابال، اسمعوا الكلام الطيب، بيقولوا له كده فليجد الغلمان نعمة في عينيك، بيكلموا نابال الراجل الغني ده، لأننا قد جئنا في يوم طيب، فأعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. بيقولوا له ادينا حقنا، ما احنا حرسنا القطيع بتاعك طول الفترة، حرسناه من اللصوص، ادينا بس شوف الطلبة، جئناك في يوم طيب، صباح الخير، أنت منور، النهاردة يوم خير، ربنا يجعل أيامك كلها فرح وسعد، أعطي ما وجدته يدك، يعني احنا مش بنطلب فلوس ولا مبلغ، اللي تشوفه اديه لنا ولابنك داود. عارفين نبال رد قال ايه؟ الراجل الغني ده اللي مستخسر يدي الناس اجرتها، قال لهم كده، من هو داود ومن هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يفحصون كل واحد من امام سيده، أأخذ خبزي ومائي وذبحي الذي ذبحت لجزية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ ده رد. يعني الناس جاية لك بأدب، جئناك في يوم طيب واللي جود دي اديهن، احنا حرصناك مش بيطلبوا حقهم. اما هو يرد يقول اخذ خبزي وماء اعطيه لقوم، عارفين حصل ايه؟ قامت حرب. كلمه زي كده قامت حرب، وجري ال 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 الرجاله بتوع نبال اللي هم بيشتغلوا عنده، جريوا جري على مراته اللي اسمها ابي جايل، قالوا لها يا ابي جايل داود ارسل رسلا من البريه ليباركوا سيدنا فصار عليهم، والرجال محسنون الينا جدا فلم نؤذى ولا فقد منا كل شيء ايام ترددنا ونحن كانوا صورا لنا ليلا ونهارا، والان اعلمي وانظري ماذا تعملين، لان الشر قد اعد على سيدنا على نبال وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. الرجاله بتوعه بيقولوا عليه ايه؟
ابن لئيم لا يمكن. وقامت حرب. عارفين الحرب قامت ليه؟ رجعوا الرجاله دول لداوود قالوا له ما درتش الراجل اللي مش محترم ده جرينا عليه نقول له من فضلك ادينا حقنا شتمنا وشتمك خد بحقك فخنوه. راح داوود لمم الرجاله خد معاه 400 واحد كان معاه جيش. قام 400 واحد وقال لهم حي هو الرب وحية هي نفسي ان ابقيت الى الصباح لنبال بائلا بحائط. حموت الراجل ده بالكامل النهارده حرب بسبب كلمة فردية. الحروب يا جماعة بتقوم بسبب كلمة قاسية. ده اللي اسمه الكلام الموجع يهيج ايه؟ السخط. يا جماعة اتكلموا. خد بقى التاني. الجواب ايه ها؟ اللين. في حاجة اسمها الجواب اللين. لما تلاقي مراتك غضبانة، لما تلاقي جوزك غضبان، في حاجة اسمها الجواب الايه؟ اللين. طيب يصرف الغضب. ده احنا احيانا مش بنبقى غضبانين، ده احنا احيانا نعمل الغضب. يقول لك ايه؟ عصر الغضب يخرج خصاما. الجواب اللي يصرف الغضب وعصر الغضب يخرج خصام. زعلان عد في الارض اشرب من البحر. على ايه يا اخويا زعلان؟ على شي كلمه قلتها زعلتك في من ايام ما قلت. الله، احنا بنعمل ايه في الغضب؟ عصر الغضب. بنقعد نعصر نعصر لغايه لما بنوصل لقمه الانفجار وبعد كده نقول بنحب بعض. الحب الذي يخلو من الاحترام ليس حب. احترامك لزوجتك هو احترامك لنفسك. واهانتك لمراتك هي اهانه لنفسك قبل ما تكون ليها. لما بتشتم مراتك انت بتشتم نفسك لان دي حته منك. لما بتهيني جوزك انت بتهيني نفسك قبل ما بتهينيه. اقول لك اكتر من كده، انت بتهيني ربنا لان ربنا هو اللي اداك هذا الانسان. اوعى الكلمات اللي انا تطلع في البيت. عارفين اسوأها ايه؟ اسكت. اهدى. خد بعضك على جنب. ارفع قلبك. معلش يا رب ساعدني ابقى لين. ساعدني امتص غضب زوجتي. ولما نهدى ونقعد مع بعض تعالي كلمه طيبه كلمه حلوه تخلص الاعداد. صدقوني هنقفل مش هنشتغل احنا. والمحاكم هتقفل. والقضاة مش هيشتغلوا. والمحامين هيبطلوا لو كل واحد علم نفسه في البيت لغه الحب الاولى اسمها التقدير والاحترام. اسمعوا كلمات الطيبه. حصلت مره، مش انا بقول لكم نبال عمل حرب، اسمع. حصل مره خناقه بين لوط وابراهيم. سمعتوا عن ابراهيم؟ ابو الاباء. ابن اخته اسمه لوط. حصلت خناقه بين مواشي، بين رعاه مواشي ابراهيم ورعاه مواشي لوط. مين الكبير؟ ابراهيم. ومين الصغير؟ ابن اخته لوط. المفروض في هذا الزمن انا بتكلم في سفر التكوين، كلمه مين اللي تمشي؟ كلمه الكبير تمشي على كله. ده يعتبر في مقام ابوه. يقول له عمي، والعم اكتر من الوالد. وإذا بتكلم النهارده في سنه 2007 بتكلم في سفر التكوين. قبائل زي في الصعيد وسط الفلاحين يقول له اخرس يا ولد. خلصت، خلص الولد خلاص. اخرس حاول يا ابوي. خلصت. في هذا الزمن ابراهيم ولوط يتخانقوا، فيحصل يقول الكتاب كده ايه؟ ابراهيم يجيب لوط في سفر التكوين 13:8 يقول له كده: لا تكن مخاصمه بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك. اخلاق ملوك. كانت هتقوم حرب بين الراجل وبين مين؟ وبين ابن اخوه العم وابن اخته هيتخانقوا وتحصل حرب. ومع قلة الحكمة وقلة الاحترام ممكن الدنيا تولع. يطفي. الجواب اللين: لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاك ورعاك. وبيقول له ايه؟ لأننا نحن أخوان. شوف الكلمة الحلوة. احنا ايه؟ بيفكروا احنا اخوات. هم اخوات؟ ابراهيم ولوط يبقوا اخوات. بس الكلمة الحلوة حلوة يا اخي. انت حتة مني ما اقدرش ازعل منك. دي بتقعد تصالح فيك شهر يا راجل. شهر وانت خلاص جبت الوش الجبس اللي بقول عليه ونزلت الشيش بتاعك ومش قادر تقول لها كلمه طيبه. دي جت لغايه عندك. هو لازم تقول لك اسف؟ تقول اسف 10 مرات عشان اسامحها. ليه؟ الرسبت جابت لك كوبايه شاي تقول لك اشرب. خلصت القعده خلاص. كوبايه شاي يعني اسف. ولازم تطلعها من بقك. قولي اسف. قولي طلعي من بقك. لازم اسمعها قدام الناس. تخانقيني في شارع وتصالحيني في حاره. الله، هي لازم تذلها. خلصت يعني تمسكها لها ذله. يا اخي استر عليها يا اخي. ناموا الان والسريع زي ما قلنا. كلمات طيبه. اليست كل الارض امامك؟ اعتزل عني. ان ذهبت يمينا فانا شمالا وان شرقا فانا غربا. ايه الكلام الحلو ده؟ شوفوا القصه خلصت. القصه خلصت. ولا خناقه
ولا حاجة. الكبير كبير، والكبير بحبه واحترامه مش بقلة ادبه، مش بجرؤ، مش انه يجرح الناس. لسانك الحلو يعمر بيتك، لسانك الحلو يعمر بيتك، انما نحن اخوان. تعلمه، تعلمه من المسيح، اسمح الان، تعلم من ابراهيم، نحن اخوان. خد عندك يعقوب وعيسو. عارفين يعقوب وعيسو كانوا اخوات وكان في بينهم خناقه ليه؟ لان اصل يعقوب سرق ايه من اخوه؟ بكوريه. ومين عاوز يقتل بقى؟ عيسو جاي ومعاه جيش عاوز يقتل اخوه، ما سرق منه البكوريه. يقول له كده في سفر التكوين 33:10، لاني يعقوب بيقول لعيسو لاني رايت وجهك كما يرى كما يرى وجه الله فرضيت عليا. يعتذر له، يقول له حقك عليا، رايت وجهك كما يرى وجه الله. يعني يقول له زي ما تقول لواحد المسيح منورنا، انت جيت المسيح زارنا النهارده، فبيقول له انا شفت في وشك حضور ربنا، ارضى عليا. خلصت الحرب والخناق والجيش، ايه ده؟ مش انا عندي حق وانا اللي ما انا اللي خلاص. ناطح، شوف النطح هيوصلك فين. داود وشاول، شاول رايح يقتل داود، سفر صمويل اول 24. عارفين لما شاول يكلم عن شاول كان هيقتل داود وكان عاوز يموته، لما داود يقابل شاول يقول له وراء من خرج ملك اسرائيل، وراء من انت مطارد؟ انت بتطارد مين؟ انت الملك وانا عندك حد وراء برغوث واحد، ده زي البرغوث يعني، انت كبير قوي يا شاول عشان تطاردني. فيكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك ويحاكم محاكمتي وينقذني، اذا كنت غلط ربنا حاكمني، لكن انت ما تقعدش تتخانق معايا لانك انت كبير قوي وانا صغير قوي. يقول لك فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام رفع شاول صوته وبكى وقال لداود انت ابر مني لانك جازيتني شرا خيرا وانا جازيتك خيرا. اكبر باخلاقك. اخر قصه اقولها لكم عن الجواب اللين، اتعلموا من اداء الكتاب المقدس. قصه حصلت في سفر القضاء اصحاح 8 عدد 1 و2. كلكم تسمعوا عن جدعون؟ مين جدعون ده يا جماعه؟ واحد من قضاة اسرائيل. وجدعون القاضي ده حصل بينه وبين قرايبه خناقه، والخناقه خلصت بكلمه. كان جدعون لو تفتكروا كان بيحارب المديانيين، جيش طويل عريض، وراح جدعون ربنا قال له تعالى يا جدعون اعمل جيش واطلع حاربهم. فجدعون سمع كلام ربنا، خد الجيش بتاعه 300 واحد وطلع، عارفين قصه طويله في سفر القضاء اصحاح 7، وطلع هزم المديانيين. والناس زعلت من جدعون، زعلوا ليه؟ قرايبه في بقيه الاصباط قالوا له كان برضه يا جدعون كنت ايه؟ يعني شاركتنا معاك في الحرب عشان ما تاخدش انت لوحدك الفخر والمجد يعني. فجاه في اخر الحرب نده على قرايبه من سبط ابراهيم وقال لهم طب روحوا انتوا اقتلوا رؤساء الجيش بتوع المديانيين، كان اسمهم غراب وذئب، امسكوهم واقتلوهم. فراحوا قرايب جدعون اللي هم من سبط ابراهيم، طلعوا قتلوا مين ده؟ الغراب وذئب، اللي هم انما بقيه الجيش مين اللي موته؟ جدعون. فبعد ما خلصوا الاثنين دول رجعوا بقى يتعاتبوا، وقرايب جدعون مسكوه زعقوا له وزعلوا منه وخناقه، وكانت هتقوم بينهم مشكله. يقولوا له ايه؟ فقال له رجال ابراهيم ما هذا الامر الذي فعلت بنا؟ اذ لم تدعونا عند ذهابك لمحاربه المديانيين وخاصموه بشده. طبعا هو جدعون غلطان؟ مش ربنا اللي قال له حارب؟ الراجل مش غلطان. وبعدين الراجل عمل عامله برضه فيها ايه؟ يعني ادب، قال لهم روحوا انتوا اقتلوا مين؟ الملوك. شوفوا جدعون ينهي المشكله بكلمه طيبه، تقدري تنهي المشكله عند جوزك بكلمه طيبه. صدقوني في نساء في منتهى الحكمه، وبتعرف تقول كلام طيب. معلش يا ستات باجي عليكم شويه، لان انتوا اللي عندكم الجانب اللين، انت اللي تقدري تليني جوزك تخليه طيب كده ولين بكلماتك الطيبه. يقول لهم كده ايه؟ فقال لهم جدعون ماذا فعلت الان؟ انا زعلتكم قوي؟ طيب اليس خصاصه ابراهيم
خير من قطاف ابي عمرو. ليدكم دفع الله اميري المديانيين غراب وذئب وما قدرت ان اعمل مثلكم. هو بيقول لهم ايه؟ خصاصة ابراهيم. الخصاصة دي الحاجات اللي بتقع من شجرة العنب بعد ما يلموا العنب كله. شوية العنب اللي بيقع ويندس عليه بالرجلين يتفعص اسمه الخصاصة. والقطاف اللي هم بيشموا، مين الاحسن القطاف ولا الخصاصة؟ القطاف طبعا العنب الجديد الحلو، ولا اللي بينفعصوا برجلين ده ما يتاكلش، ده ياخدوه الغلابة الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا حاجة يمشوا في الغيط بعد ما الناس تلم القطاف، وياخدوا العنب المفعص ده يحطوه معاهم اهو اكل المعدنين يعني. فهو بيقول لهم ايه؟ خصاصة ابراهيم خير من قطاف ابي عذر. ابي عذر دي عيلته، بيقول لهم العنب اللي بيقع منكم الصغير ده احسن من قطاف عيلتي. يعني عايز اقول لهم ايه؟ انتوا احسن مني 100 مره. ليه احسن مني؟ ما انا اديتكم الشرف انكم تقتلوا مين؟ غراب وذئب. شوف الكلام الطيب، الجواب اللين. اسمع اللي حصل. حينئذ ارتخت روحهم عنه حينما تكلم بهذا الكلام. كانوا هيخنقوا. قال لهم انا ما جيش فيكم حاجه، ده انتوا قطاف خصاصه بابراهيم خير من قطاف. فارتخت روحهم. شايف الكلام الطيب؟ الستات تقدر تعمل كده، والرجاله تقدر تخلي مراتك طيعه ولينه. لغه الحب اسمها لغه التقدير. مره حضرت خناقه بين زوجين، كنت مسافر في الخارج، وبعدين احد الاباء الاساقفه كان موجود معانا، وفي ليله كنت خلصت الخدمه، وبعد ما خلصت الخدمه وخلاص بقى الليل عدت، عيله من كبار عائلات الكنيسه، يعني راجل ومرات اللي هم عارفين بره الناس الغني بيحسوا انهم ايه؟ يعني بيصرفوا على الكنيسه، فحس ان هو مركزه كبير. فواحد من الاغنياء قوي الاثرياء قوي وله دلال كده على سيدنا، فراح متصل بسيدنا بالليل في عز الليل يمكن الساعه 11 ولا حاجه، قال له هتيجي دلوقتي البيت يخرب. فسيدنا قال لي مجدي تعالي معايا نروح لايه؟ نبص على العيله دي. فخدني ركبنا العربيه ورحنا دخلنا خناق الرب السما، والاثنين امريكان وما يفهموش بقى في الكلام بتاع الرجل راس المراه والكلام ده يعني. فالراجل ماسك مراته عمال يقول لها ويكلمها ويزعق لها وبيقول لها ايه؟ عايز يقول لها الكتاب المقدس بيقول ان الرجل راس المراه. فاول ما سيدنا دخل قال له سيدنا tell her that I am the head of the woman، قول لها ان انا ايه؟ راس المراه. tell her the Bible says I'm the head of the woman، انا راس المراه. دوكها نعمه كده قاعده من تحت، قالت له سيدنا tell him that I'm the neck that moves the head، انا ايه؟ الرقبة. والرقبة بتعمل ايه في الراس؟ عايزة تقول له هتعمل عليا راس هعمل عليك ايه؟ والرقبة بتلعب الراس يمين وشمال، تجيبه كده وتجيبه كده، اللي هتوكله لها بط هيطلع بالليل وز، هيطلع لك رقات رقات، العنف يجيب عنف، رب سيفك الى غمدك. اوعى تعمل كده يا بطرس. الذين ياخذون بالسيف، هتاخد مراتك بالسيف عندها بدل السيف 10، ده مدافع وحزام ناسف هتفجره لك بالليل، هتنام بالليل تروح شدك كبسوله تنفجر، هتطلعه لك في اكله في زعله في مشكله اراديا ولا اراديا. يا جماعه حبوا بعض بكلمات طيبه حلوه، حلوا لسانكم. في قصه مكتوبه عن الزوجات الانجليز، يقولوا كده عندهم في انجلترا زي تقليد كده، في صخره هناك اسمها صخره بارني، في حته هناك بلد اسمها بارني وفي صخره، وعندهم زي تقليد كده يقول لك العروسه قبل ان تتزوج يجب ان تذهب الى صخره بارني وتقبلها لكي تحسن لغتها. وبرضه في الصعيد عندنا في بعض البلاد في الصعيد يقول لك الست قبل ما تتجوز لازم تاكل شويه سكر عشان كلامها ايه؟ يعلم الله لو كلتي السكر اللي في قصب السكر كله
اللسانة لو كلت الفدانات كلها والمسيح ما اداكيش كلام حلو، عمر ما اللسان يتصلح. اللسان عاوز نعمة عشان يحلي اللي تحلوا بيوتكم يا جماعة، احنا مالناش غير بعض، ارفعوا بعض ودفوا بعض وخش البيت دفدف على مراتك، دفدفي على جوزك، حس بيها، قدم لها مشاعر طيبة، قدم لها كلام طيب، فإن الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج الصخر. كفاية سخط، كفاية تذمر، كفاية جراح، اشفوا بعض، تداووا بعضكم ببعض، انتم دواء البعض، ما تدوروش على دكتور بره، انتم مش محتاجين، انتم دكاترة بعض، انت شفاء لزوجك وانت شفاء لمراتك، لإلهنا كل المجد من الآن والأبد. في اسئله كثيره عندي عن تربيه الولاد، ولان بكره الموضوع كله عن تربيه الولاد على قد ما البرنامج بيقول، بكره لا يوم الخميس عن تربيه الولاد، فسيبوا اسئله الولاد كلها ليوم الخميس ان شاء الله، هنفتح الموضوع كله، فبعتذر للي عنده اسئله بتتكلم عن تربيه الولاد. انا سعيد بردود افعالكم، ان في ناس جميله كده بعتلي اسئله حلوه، وطبعا احتراما للكل هنرد على كل الاسئله. حد بيقول لي نريد ان نعرف لغات الحب في نقاط محدده. لغات الحب خمسه: التقدير، كلمات التقدير والاعجاب، تغرق بيها مراتك، خليك كريم، المسيح شخصيه كريمه جدا، فمن ضمن كرم رب المجد يسوع انه سخي، مش بس في العطاء، لكن سخي في المشاعر وسخي في الحب وسخي في كل شيء، خليك كريم في التشجيع. نمرة اثنين الوقت، ان احنا ندي بعض وقت يسموه الوقت القيم، ان احنا نقعد مع بعض نسمع بعض نتشارك نتكلم كلام عميق، يعني هي تقول اللي جواها وانا اقول اللي جوايا. نمرة ثلاثة حاجة اسمها المشاركة، ان احنا نشترك مع بعض في اعمال بنحبها، يعني احنا نشارك بعض، انت تشاركيه مثلا في اعماله وهو يشاركك في اعمالك. زي مثلا الراجل لما يرجع يبتدي يسأل مراته عن الاعمال اللي بتعملها، ممكن يشاركها فيها، بتعمل حاجة في المطبخ بخش اساعدها وبقى وقت جميل قوي، صحيح بتبوظ كل حاجة يعني مش دي المشكلة، انما يعني تستحمليه شوية، انما هو خرط لك بصلاية مرة من نفسك، قطع لك خيارة، اعمل لك شوية سلطة، اعمل كوباية شاي وهاتها لمراتك، اعمل شيء مشترك تحسسها انك، ما بقولكش قوم اطبخ عشان الليلة تعدي، يعني فاهم انه يعني ما اضمنش يعني الاثار الجانبية لطبيخك، لكن انا بقول ساعدها تحس بيها، هجيب لك كوباية شاي معاكي، القهوة بتاعتك تشربيها، ايه كلام ظريف اسمه عمل مشترك، وانت تعدي على جوزك بيعمل اعمال مكتبية، بيعمل حاجة على الكمبيوتر، نعمل نخش في دنيا بعض. بعد نمرة أربعة اسمها لغة الهدايا، إن احنا نجيب لبعض هدايا. واللغة الخامسة اسمها لغة الحب الحسي، اللي هو نقصد بيه من أول اللمسة والطبطبة لغاية العمل أو العلاقة الحميمة اللي هي العلاقة الجسدية. دول اللغات الخمسة للحب. أنا بحب جوزي قوي، هو كمان قصة حب. بعد الجواز حصلت مشاكل كتير وجرحني، بس المشكله مش في الجروح، المشكله سببها هو بعده عن ربنا. انا عايزه نصيحه ازاي اقدر ارجعه لربنا تاني، بصلي له، هو دايما بيقول لي صلي لي بس مش بيساعدني، نفسي المسيح يبقى في بيتنا دايما. عندي نصيحتين. النصيحه الاولانيه انا دايما بقولها لكم ومش هزهق اقولها، سواء هنا او في كل حته، بنقول يا جماعه دخلوا المسيح جوه البيت، مش تصلي له، صلي معاه، اعملوا في البيت ركن لربنا. قلت لكم الكلام ده السنه اللي فاتت وبعيده تاني، ويمكن قلناه اكتر من مره. هات نصيحه اسمها نصيحه الترابيزه، اعملوا ترابيزه صغيره جوه البيت، حط عليها انجيل واجبيه وصوره للمسيح او للعذراء، وكل يوم الترابيزه دي بس هتفكرك زي ابراهيم في سفر التكوين لما بيقول لك وبنى هناك ابراهيم للرب مذبحا. اعمل لربنا مذبح في البيت، بنسميه المذبح العائلي. وساعة معينة في اليوم انت ومراتك واولادك او اللي موجود يقف عند الترابيزة دي يصلي. يلا بينا نصلي. هاتيه من ايده لربنا زي بالظبط ايه؟ زي بالظبط لما واحد، القصة اللي عارفينها كلنا في انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الاول، لما التلاميذ كانوا بيتكلموا عن المسيح
قالوا له تعالى وانظر. لما بطرس اندراوس كان بيكلم بطرس قال له تعالى وانظر، باخد الانسان اوديه للمسيح. اقفوا مع بعض صلوا، خليه يصلي، واذا ما جاش صلى قولي طب انا اقف معايا انا هصلي. ابتدي بنفسك، ابتدي بنفسك، الشاطر يبتدي. علم ولادك يتلموا حوالين الكتاب المقدس، يقرا حته مزمور، يصلي عشان لسانه يتعلم يكلم ربنا في وجودك. فدي اول حاجه، اعملي لنفسك مذبح في البيت. الحاجه الثانيه مهمه قوي، خليكي ليه قدوه، يعني صلي معاه وصلي له، لكن في نفس الوقت خليكي قدوه. المراه عشان تربح زوجها للمسيح يقول لك يربحون بسيره النساء بدون كلمه، ملاحظين سيرتكن الطاهره بخوف، بطرس الرسول الاولى صح 3. لحظي سيرتك، ما تطلبيش منه يرجع لربنا وانت النهارده بتخانقيه، ما تطلبيش منه ان هو يعرف المسيح وانت النهارده بتنغصي حياته. قدمي له صوره عمليه، صدقوني المسيح يخش البيت في واحد امن بالرب يسوع تخلص انت واهل بيتك. واحد يبتدي الكل يجي. في ولاد جابوا اهاليهم للمسيح، صحيح تلاقي ولد حلو عرف ربنا في الكنيسه وجه شاف النعمه وده المذبح وده الهيكل وده النعمه اللي موجوده هنا، ويرجع البيت يوبخ بابا ومامته من غير ما يتكلم، يا مولادي انا وبخوني. في مره كده اجي مكسل شويه، بابا مش هنصلي الليله، بابا مش هنقرا الكتاب سوا، وحشنا الكتاب بتاعك يا بابا، وانا بكون ناسي، اروح يلا بينا يا اولاد نقرا الكتاب. يوبخني ابني ويصحصحني. واحد حلو في البيت يلم البيت كله حواليه. حد بيقول بيتكلم على الطلاق، كل سنة وحضرتك طيب وانت طيب. انا الذي يطلق امرأته ويتزوج باخرى يعيش في زنا كل ايام حياتي حتى لو ندم وتاب. لو ندم وتاب وصلح، يعني موضوع الطلاق والجواز الكتاب حاطط له شروط انه لا يوجد طلاق الا لعلة الزنا. اذا كان طرف زنا من حق الراجل يطلق ويتزوج باخرى والكنيسة تديله تصريح. لكن لو هو تزوج باخرى وما كانش فيه سبب الزنا في الطلاق او الاسباب الكتابيه للطلاق يبقى هو عايش في الزنا. تقولي طب لو تاب، لو تاب لازم يصلح موقفه. اللي هو ايه صلح؟ يسيب الست اللي عاش معاها دي. لانه يقول لك ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم ايه؟ افكاره، يرجع الى الهنا لانه يكثر الغفران. ان كنت قد وشيت باحد ارده ايه؟ 4 أضعاف. لكن تقولي انا تبت وانت عايش في الخطيه ما ينفعش. يقول لها اذهبي ادعي زوجك وتعالي، روحي هذه الغلط بتاعك. والكتاب يقول في سفر الرؤيا الاصحاح الثاني اذكر من اين فقط وتوب. التوبه الحقيقيه ركن من اركانها ترك الخطا. اي حاجه للاباء قلنا بكره يوم الخميس. في حاله ان الزوج لا يعرف لغه للحب الا الجنس، فما رايك مع معرفتي ان الموضوع حساس؟ في نوع من الازواج والزوجات القصه دي شغلاهم جدا، وانا زي ما قلت لكم وعدتكم ان احنا يمكن بكره احنا بنكلم مجموعه ثانيه نتكلموا على موضوع العلاقه الحسيه دي. انما احيانا العلاقات الجسديه اذا لم تكن قائمه على مفاهيم الحب الاخرى تبقى موجعه، يعني ممكن الجنس يبقى منطقه شبع وممكن يبقى منطقه وجع، لانه الجنس لوحده غير مشبع بالمناسبه، يعني لا يشبع الانسان. الراجل مش عاوز بس من مراته الجسد، هو عاوز منها كوكتيل. واحيانا الشراهه في ممارسه العمل الجسدي تعبر عن نقص في الحب والاحترام والجوع، يعني هي لازم تتاخد على بعضها كده مش حاجه لوحدها. كيف انفذ هذا الكلام وانا ارى اسرتي كل عام او عام ونص شهرين او اقل؟ الشهرين اللي هتنزلهم دول اذا طبعا ظروفك في الغربه، وناس كثيره بعت لي بتقول احنا في الغربه وغيره، الشهرين دول يبقوا شهرين في منتهى العمق، لان احنا بنقيس العلاقه طبعا صحيح شهرين قليلين، لكن انزل الشهرين دول عيش معاهم صح، املا الوعاء بتاعهم صح. ما انا ممكن انزل شهر، انا عندي ولد في العياده ابوه عايش في مدينه ساحليه، هو في مصر وبابا بيشتغل في بلد ساحليه وبيجي كل شهر اسبوع، ظروفه كده، ظروف شغله كده. الاسبوع اللي بيجي يا ريته ما بيجي، لانه بينكد على الولد، يجي في الاسبوع ده يخلص بقيه شغله ويرد على موبايلات وينام وينزل يروح يزور مامته ويروح يزور عيلته، والست والولد مش حاسين بيه. طب عملت ايه في الاسبوع؟ اسبوع قليل بس ما تقللوش اكتر ما هو ايه؟
قليل. احنا بنقيس الوقت بالعمق مش بالمدة. ممكن انا برجع، انا شخصيا برجع بيتي بالليل متأخر بعد العيادة، احيانا بلاقي ضيق في الوقت فاقعد مع اولادي. بنعمل حاجة من اثنين، وقت الظهر اول ما بيجوا قبل ما بنزل بقعد ساعة مع وقت قيم نلعب مع بعض، خش دنيتهم. لما احيانا برجع بالليل مرات لو مش عارف اشلح اشوفهم بالليل الصبح بدري اصحى معاهم اقعد ربع ساعة نص ساعة بنزل المدرسة، بنخلق وقت، اديهم وقت عميق. طب رجعت الشهرين دول، الشهرين دول بتوع ولادك، تعيش معاهم صح وتهتم بيهم صح. فالوقت بيقاس بالعمق مش بال. كان عندي واحد دكتور اشتغل دكتور تخدير صديق يعني، واشتكى لي ان هو ما بيشوفش ولاده خالص. قال لي بنزل قبل ما هم بيصحوا وبرجع بعد ما هم بيناموا. فاتفقت معه قلت له انا هقول لك على درس مهم. قال لي ايه؟ قلت له لما ترجع بالليل ترجع الساعه كام؟ قال لي برجع بعد 11 12. قلت له الولاد بيبقوا لي نايمين. قلت له تخش تصحي ابنك من النوم وتاخده في حضنك وتقول له في ودنه كلمات حب. فكان يعمل كده، يروح البيت جرب الدرس ده، راح البيت يصحي الولد من النوم، الولد بيبقى نايم على روحه، يصحيه ياخده في حضنه يقول له بابا بيحبك، انت وحشت بابا، هو نص نايم كده تمام، يقول الولد وهو نايم يبتسمه ابتسامه عريضه وهو نايم تمام، وياخد بابا في حضنه وينام، عارف حتى وهو نايم يديله كلمات حب. هنخلق وقت طبعا، مش كفايه، مش هنعيش مع اولادنا هم نايمين. انا بقول يعني في الفتره، في الفتره كفايه ما بطشي لحسن حد فيكم يقول لك حلوه الحل ده بابا. لا يعني انا عايزك فاهم مش حافظ يعني بابا. انا بضرب مثل، كان عنده نبطشيه وقت مذاكره عملها اسبوع اتنين وعدت، انا بعد كده اديهم وقت قيم. يقاس الوقت بالعمق مش بالمد. لكن ممكن واحد فيه بابا قاعد في البيت من بعد الظهر، فاهم الفكره ازاي؟ الواد يقول بابا قاعد من بعد الظهر ربنا يجيب له خروجه ويريحني. ما هو قاعد مرابط بس بعيد عنك، كابت على مراوح تدري. ما هو قاعد بس القعده جاي عليا بخساره. وفي واحد بابا بيقعد نص ساعه، وعلى فكره تعرف ازاي ان ولادك، هنقول الكلام ده بعدين، تعرف ازاي؟ شوف لهفه ولادك عليك. يعني لما الباب يتفتح شوف لهفه، لو الولد بيجري والبنت بتجري عليك وعاوزين بابا وبيسالوا على بابا ورافين على بابا، يبقى انت زرعت فيهم الحب وبينك وبينهم علاقه كده. لو اول ما الواد جه جات له او شافك جات له حاله فرح فاهم ازاي؟ ترمى في الارض، مش عايز اشوف الراجل ده خالص، ابعد عني ما اعرف، خلاص القصه انتهت. انا عندي ولد بيقول لي يا ابويا عمه، عمه جه ما بيشوفوش، عمه جه، عمه عمه جه مين يا ابويا؟ ده ابوه شبع عمه مش فارقه. انا عملت ايه؟ يقول لي ابويا عمه يبقى كسبني من هنا. حد بيقول عندما يغضب زوجي ويزعل كيف اكلمه بهدوء واتحكم في اعصابي؟ خش بص، خير من الرد الصمت. بدل ما ترد على طول، يعني فاكرين القديس ارسنيوس معلم اولاد الملوك، كثيرا ما تكلمت وندمت اما على الصمت فلم اندم قط. والكتاب بيقول غضب الانسان لا يصنع بر الله. الغضب عمره الغضب في مكانه مناسب، بغضب على الخطا على الحق لا. لكن الغضب اللي هو مغلاط ده ما ينفعش، ما تغضبش ايه ده؟ وقت ما لما الصوت يعلى والايدين تتحرك والمشاعر تبقى غضبانه، احسن حاجه واحد فينا يقول ايه؟ طب نهدى ونتكلم بعد. اصل في ناس تقعد ايه؟ تكمل في الكلام وتكمل في الغضب وتعلي في المشكله لغايه لما نوصل نقطه انفجار، نهدى ونتكلم. تعالى تعالى نصلي سوا، خدي جوزك وارفعي قلبك بطلبه للمسيح. صدقوني عندما يتذكر الله حضره الانسان حضره الله، مجرد جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا تذل. بدليل انك انت لو غضبان مع مراتك وداخل لابونا بيقول النهارده ولاكوا بتزعقوا ليه يا جماعه؟ امرنا طب اعملي احترام لابونا. طيب ما ابونا موجود، ما يصحش كده. مجرد ما يخش رمز من رموز الله الدنيا تهدى. فاذا كان الانسان البشري اللي بيرمز لربنا يخش بنحترمه، امال ربنا نعمل فيه ايه؟ افتكر ربنا حضره ربنا على طول واهدى. وبعد شويه واحد فينا يبتدي، ويا ريت تبقي لينا، تخش الطريق علينا. اذا كنت ضايقتك، انا من الاول بقول لك انا مش عاوز اضايقك، صدق واهدى كده وبنعمه ربنا هنوصل لحل. خلاص التون يهدى والكلام يهدى وتقدري تكسبي الراجل بالهدوء. وانتوا يا ستات اذكياء كفايه انكم تعرفوا تكسبوا الرجاله. كل الرجاله الغلابه اللي قاعدين دول بطرف صباعك تعملي له كده. عارفه الراجل ده قلبه زي الطفل، عارفه البطاطا لما بتدوس عليها كده تبقى مهروسه؟ كل دول بطاطا في الدقيق. غلابه يعلم الله.
الهيفة دي والشنب ده كله والزعقة دي في ايدك خلاص اتهلس يا عيني، بس هاتيله هاتي مارشريل بس ترجع له ورا كشكشي كده وخلاص، لكن هتزعقي هيطلع يروح برم لك الشنب وتطلع بقى منه فاهمه ذكريات الالم كلها، يجيب عليك القديم والجديد كله. احد سؤال من فلسوق كيف يكون بيني وبين زوجي صداقه ومحبه محدش يستكبر على التاني، كل لما نقرب من بعض ونحس ببعض كل لما الصداقه تكبر. في احيان كثيره يحتاج الامر الى عتاب لطيف، طب وماله نتعاتب؟ في عتاب يقرب الناس من بعض، وفي كلمات طيبه تقرب. ليه ما نعاتب؟ وعاتب زي ما قلنا امبارح بلغه الانا مش بلغه الانت. انا لما تبقي راجع من جوزك وقال لك كلمه جرحتك قدام الناس ما تقوليلوش انت قليل الادب، انت لسانك فالت طول عمرك كده ما بتحترمنيش قدام حد، قولي له لما قلت لي الكلمه دي انا اتجرحت قدام الناس، باخد بالك من كلامك مش انت، انا اتجرحت قدام الناس. يرد عليك يقول لك حقك عليا، لو كان بيحس طبعا ان شاء الله يحس. انا اسف يعني طبعا يعني في ناس يعني احيانا بيبقى رد الفعل اعلى، لو انت كلامك طيب هيتفاعل معاك ان شاء الله. حد بيسالني عن العلاقه الزوجيه اثناء الصوم، المفروض ان في الصوم العلاقات الجسديه تمتنع، ولكن الكتاب بيعلمنا في رساله كورنثوس الاولى اصحاح 7 ان يكون هذا بينهما باتفاق. لازم في بينهم اتفاق. يعني اتفاق؟ اصحاح الكنيسه بتعلمنا ان فتره الصوم هي فتره صوم عن كل شيء، صوم عن الاكل وصوم عن الجسد وصوم عن الفكر وصوم عن الشر وصوم عن كل، فلنصم عن كل شر بطهاره فالصوم مش بس صوم الجسد، صوم الاكل وصوم الفكر وصوم العقل الى اخره. ولكن هذا الامر بالذات لانه حساس يجب ان يكون باتفاق، عشان كده حتى بولس يقول النص الشهير بتاعه ابقوا طلعوها في البيت واقروها رساله كورنثوس الاولى الاصحاح 7 يقول ان يكون هذا بينهما باتفاق. شو كده يقول كده؟ عدد 5 لا يسلب احدكم الاخر الا ان يكون على موافقه الى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاه، على موافقه. لو حصل ان طرف مش موافق او تعبان او متالم هنا ما ينفعش ان الواحد يكسر شريك حياته، يكون باتفاق ويكون بحل من ابى الاعتراف. لكن مفيش في الحياه المسيحيه قهر او ظلم. ايه رايك في 2 متجوزين جديد بيختلفوا كثيرا جدا، هل ده شيء طبيعي ام لا؟ الاختلاف طبيعي، لازم في اختلاف، بس احنا اتفقنا امبارح الاختلاف البناء، نختلف ونعلم. خطيبي عندما خطيبتي عندما تدرك انها اخطات او تواجه باخطائها او تقصيرها تستخدم رد فعل معاكس وتبدا باللوم عليه. لما تيجي تواجه حد باخطائه اقترب من الاخطاء بلطف، لان احيانا احنا عاوز تصارح خطيبتك او تصارح مراتك بغلط تهنها، لو صارحتها بلطف وبذوق الكياسه مطلوبه، اللباقه واللياقه مطلوبين. مره قريت قصه عن واحد راجل عينوه راعي في كنيسه من كنائس امريكا، عينوه راعي، فهو في حفل الاحتفال بيحتفلوا بيه الراجل الراعي ده، فواحد من الشعب مش بيحبه رفض تعيينه، ففي الحفله راح الراجل واقف قال له على فكره انا مش موافق عليك، مش موافق انك انت تكون الراعي بتاعنا. الراعي لبق قال له على فكره وانا كمان مش موافق، يبقى انا وانت اتفقنا، بس اعمل ايه؟ كل الشعب موافق وانا وانت ايه؟ مش موافقين، يبقى انا وانت كسبنا بنت، لو انت موافق انا مستعد اسيب. الراجل حس ان الراجل ايه؟ ذوق، قال له حقك عليا وخلاص القصه عدت. اللباقه انك انت تكسب اللي قدامك. يعني هو بيقول انا مش عاجبك، قال له صدقني وانا كمان مش عاجب نفسي. يعني انا الود ودني ما بقاش موجود، بس اعمل ايه؟ كل الناس موافقين وانا وانت معترضين، نبقى احنا ايه؟ اغلبيه. عدت الحكايه، اللباقه تمشي كده. ما رايك في زوجه لا تقبل ان تكون كلمه تقول كلمه اسف مهما فعلت في اخطاء في حقي بحجه انه لا يوجد اسف بيننا؟ على الرغم من اسفي انا اذ اخطات في اصغر الاشياء في حقها. يعني هو عاوز يقول لي مراتي ما بتقولش اسف وهو طول النهار بيقول اسف مع السبع صلوات، مع صلوات السواعي يعني قصدي. ومهما فعلت من اعمال لا يوجد كلمه اعجاب منها، مهما فعلت من اعمال مش معجب. يعني هي لا بتقول اسف ولا بتقول كلمات اعجاب. انتوا اتجوزتوا امتى؟ شكلكم اتجوزتوا يوم 13 وكانت جمعه باين. ولا تسمع الكلام الا بعد مناقشات طويله،
كثيرا ما احس في كلامها ومن مناقشاتها الطويلة انها متكبرة، ومن هنا تأتي المشاكل. ارجو التعليق لانها اكيد موجودة مع خالص. شكري. طب يا عم شكري. شوف يا سيدي دلوقتي، اولا طبعا احنا المفروض ان احنا حسمنا المحاضرة، ويا ريت في المحاضرة كل واحد فينا ياخد الكلام على نفسه، يعني ابتدي بنفسك. واللي سمعنا ادي ستات سمعت معانا ان الرجالة ده بيئن جواها وبيزعل، بتزعل من الكلام ده. بس مع ملحوظة زي ما قلنا، مش ضروري تقول لك اسف واضحة، ان ممكن اسف تبقى اصل حاجة لا قولي اسف، قولي اسف بتحس انه اكراه. الاسف دي لا تصر على الكلمة، في اسف بمية طريقة. في واحدة خلاص تروح محضرة الاكل وقاعدة وخلصت، ما بتعرفش تقول. طبعا هو الاحلى نقول، لان الكلمة مش عيب، مش عيب كلمة اسف تهز السماء والارض. رجع الى نفسه وقال اخطأت الى السماء وقدامك. ده هدت الدنيا كلمة اخطأت دي، خلت الاب يقول لك واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه. اذا كان ربنا كلمة اسف تجيبه من اخر الدنيا، فايه اللي فيها دي؟ ما فيهاش غلط، بالعكس يتكبرك وتكبرك. فنقولها مفيش مشكلة، بس من غير اكبار، يعني حدش يكبر التاني على الكلمة دي. واحد لذيذ قوي بعت لي بيقول لي ايه، واحدة ست لذيذة بتقول لي باختصار ان زي مسز لينكولن، ماذا افعل؟ كيف اغير من نفسي؟ انا اتمنى تكون هي اللي كتبها مش جوزها، يعني فاهم؟ ان يكون الراجل كتب على لسانها. لكن اذا كانت هي اللي كاتبه احييكي على شجاعتك، يعني تقول انها سبب النكد. يعني من فضلكم يا جماعه لا تنكدوا على بعض، يعني اعتبروها وصيه زواجيه لا للنكد. ارفعوا شعار في البيت لا للنكد. مش مسموح البيت يبقى فيه نكد، البيت لازم يبقى فرح. البيت علامه من علامات الفرح. خش البيت فرح، فرحي جوزك، فرحي ولادك. يعني خش البيت وشك مبتسم، كلماتك جيدة، غيري من ربنا لما يلاقيكي ناوي على التغيير يباركك ويبارك بيت. الابتسامة ربنا يخليكم. الوش فيه 80 عضلة، وشك فيه كم عضلة؟ 80. بنبتسم ب 14 وبنكشر ب 66، يبقى مين الأسهل؟ مين الأسهل؟ بنبتسم بكام؟ ب 14 ونكشر بكام؟ 66 عضلة. لما تكشر كده 66 اشتغلوا، يعني ايه الاسهل؟ صدقوني الابتسامه سهله. نمره اثنين، الابتسامه بتاع التعارف، لغه العالم. يعني ممكن انا ما اعرفش انجليزي ولا فرنساوي ولا ايطالي ولا ياباني، خش الواحد يبتسم، لازم يبتسم. برضه اذا كان بيحس لازم يبتسم، يرد عليك بابتسامه، لا لغه عالميه، ابتسم ابتسم. تمام؟ ثلاثه، اقول لك وصفه لتطفيش الناس. نفسك تبقى راجل تبت، نفسك تبقي ست غلسه، هقول لك كشري، تنحي. اوعى تبتسم، اقول لك كلمة حلوة، كلمة وحشة، حط على وشك غضب الله. وأكد لك محدش يحبك. ودي وصفة سهلة جدا. ممكن كل الكويت تكرهك كده. كلها هتكرهك بدون استثناء. لكن خش ابتسم لأي حد يبي يبتسم في وشك، لازم. ابتدي بالابتسامة دي سهلة. ولو سمحت تدريب صغير، اشتري مراية أو لو مراية في البيت، وقف قدامها كده ابتسم، شوف شكلك. وخد صورة بالموبايل. وبعدين كشر وشوف شكلك، لا حول الله، فرق رهيب. الاولاني بطاقة تعارف، الثاني شهادة وفاة، فاهم قصدي ازاي؟ على طول. ابتدي بالابتسامة، لسانك، ابتدي بكلمات طيبة، امتدحي، شوفي حاجة حلوة في جوزك امتدحي، امتدح مراتك، حتى لو عملت حاجة وحشة، قول لها الفرخ المحروقة من ايدك. أحلى لون شوف، صح لونها أسود، اعملي لي الثانية زرقاء. أنت حتى قلبها ضحك يا أخي. قول لها سودة سودة بس من ايدك اطعم من العسل. ما هتتكسف، والمرة الجاية ان شاء الله مش تعمل فراخ خالص. عادي يعني. تعمل حاجة تانية. لكن ما تقعدش طول الوقت تنطر بالكلام وتزعق في الكلام وتهنا وتنقلها على الغلط وتتغلط. نفس الكلام، قول للراجل كلمة طيبة، هيتلاقي وشه انفرج والمشكلة اتحلت. صدقوني بكلمات الضحك والابتسام والفرح تحل كل المشاكل. ده في دلوقتي سيكولوجيه في العالم اسمها سيكولوجيه الضحك. ازاي يعالجوا الناس بالضحك؟ في مستشفيات في امريكا اسمها سيكولوجيه الضحك، كورس اسمه كورس الضحك. ابو تعالوا احضروه معانا في مصر، كورس علمك تضحكي ازاي، تسني، هنلاقيها شويه كده، حتى لو مش قصده يعني، بس يعني حركيهم كده، وبعدين اعيط علينا. يعني ابتسم مثلا يوم الخميس، هننكد على بعض الخميس، بس من الاربع
أربع يعني اثنين ثلاث اربع نضحك، والخميس لو متضايقه يعني نبقى نكشر الخميس، بس اتكي حتى على يومين ثلاثه نبتسم فيهم. يعني لو مضايقك قوي الكلام اللي بقوله لك اعملي كده. واحد راجل لطيف هيختم بالسؤال ده، بيقول لي صدقني انا مراتي عدى، راجل بيبل ريقي بقى، بيقول لي صدقني انا مش عارف بس الراجل ده كتبها تقريبا كان مغيب، صدقني انا مراتي عندي زي الشهيق تماما، وبالنسبه لي اعظم عطيه اعطاني اسلام بقك، وشكرا لله على اعظم عطاياه لنا. يا عيني يا عيني، شوف الكلام الحلو. هو بيقول لي زي الشهيق، انا على فكره في الاول قريتها زي النهيق، بس الحقيقه لما دققت لقيتها زي الشهيق يعني مش النهيق يعني. الحمد لله زي الشهيق، ربنا يخليها لك. واتمنى ان كل واحد يقول عن مراته نفس الجمله دي، ان مراتي زي الشهيق، قول له انت الزفير، ربنا يخليكم لبعض كل سنه وانتم طيبين. سيدنا نصلي. آمين هللويا. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا السلام، أقر لنا سنك، واغفر لنا خطايانا، جيسك تتجو من الديون، بسمونا دائما شأني أمين. وحسبنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي بالغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا. لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وعطية الروح القدس لتكن مع جميعكم. امضوا للمعرض. السلام رب فليكن معكم.